في الوقت المناسب التدخل من حذيفة المحسني. عادت الكرة لسهيل، العرضية من سهيل لإمكانية التسديد، لكن تدخل من دفاع المغرب التطواني. كرة في وسط الملعب، التدخل من عبد الله الديارة. عادت الكرة ليونس، بدوره يعود لعبد الله، إمكانية التسجيل وإمكانية الوصول بطريقة رائعة على طريقة أفضل النجوم، بل على طريقة كبار النجوم. يونس النجاري يسجل هدفا جميلا، هدفا رائعا، الهدف الأول، هدف الأسبقية وهدف التقدم لنادي أولمبيك أسفي في مقابلة اليوم في الدقيقة 41. ينجح الفريق المضيف في الحصول على الأسبقية والتقدم بعد دخول حمزة غطاس وغادرة باب إنسا باتجي. بات حمزة غطاس ورأس الحربة في تشكيلة المغرب التطواني، يعول عليه كثيرا مصباح في الوصول لمرمى الحارس خالد كبير علوي. عبد الصمد ماهر، تصل الكرة لغطاس، التمرير، التحضير بشكل ممتاز من حمزة غطاس. حمزة غطاس يقدم الكرة على طبق من ذهب لمهاجم نادي المغرب التطواني، يسجلون هدف التعادل، يعدلون النتيجة في الدقيقة 65. المغرب التطواني يعود في النتيجة في الوقت المناسب. حذيفة المحسني، فرحة كبيرة لعناصر الفريق، للاعبي الفريق بهذا الهدف الذي أعادهم في اللقاء. من هناك وصلت لي عبد الغفور لميرات، يعود لعبد الرحمن كساك، التمرير، غيلوف سيصوب، سيسدد، يسكن الكرة الشباك. وليد غيلوف يضع الكرة في الشباك مسجلا هدف الأسبقية والتقدم لنادي أولمبيك أسفي. فرحة هستيرية في المدرجات، وليد غيلوف يسدد بدقة عالية، فرحة كبيرة في مدرجات ملعب المسيرة الخضراء بهذا الهدف الجميل، بهذا الهدف الرائع الذي يسجله وليد غيلوف.